بيت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفة دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بنت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجة من الدكتور. اهو جه. مساء الخير يا جماعة. ايه الأخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر أدوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه وأنا أعرفك أصلا؟ أنا بسألك عن بابي. أستاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس أول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنة كشف عليه وكلموني جابوني وأنا يا دوب لسه داخل أنام. أصلا أنا كان بقالي 36 ساعة ما نمتش. أنت اسمك إيه؟ نيلي. بقالي 36 ساعة ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر أقف عليه، ورغم كده جيت. وجيت له عملت إيه بقى؟ عملت أشعات وتحاليل وكل اللازم. وإيه أخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك أسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك؟ انا بسالك عن بابي، تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء. دواء سعاد؟ ازاي ما تفكرينيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير؟ ساعتي مخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمة عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاسي كله لوحده. يعني ايه مخاسي؟ اه؟ ايه يا جماعة مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاسي؟ ايه مخاسي دي يا دكتور؟ لكن دي شرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. مخاسي. انت ازاي تقولي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت انت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلم اتففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلم اتففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تففك سنانك، الناس بتتف تفاف عادي كده تفوق. بس كفاكوا قرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكوا بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ بنات مش كده، كفاياكم زكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي انت حبيبتي اللي بدأتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي. انا اسفه والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم ارد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجه، انت عارفه نيلي عصبيه بس بتطلع تطلع وبتنزل على مفيش. لا 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 لا، اذا كانت ردت عليك انت شخصيا مش معقول، يعني دي قليله الادب، دي ما تربتش ربع ساعه. ما انا بقول لك هي عصبيه. لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراحه، عماله تهزقك قدام الناس بصراحه، حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها ابيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. ظهري يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفة؟ انا اللي مكسوف قوي. سرقت منك وامتى؟ كلام مهم قوي. ملحوقة، استريح انت بس يومين ثلاثة في البيت وصلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيت ايه اللي استريح فيه؟ انا هنزل الشغل فورا، سمعت الدكتور قال ان انا كويس. ده غير سيبك من الدكاترة دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع احسن دكتور في مصر.
هيجي يتابع الحالة. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى عدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامة. الله يسلمك يا غالية. بعد اذنك. مع السلامة يا عمو، الف سلامة. خد بالك من روحك يا سي عبد الله. شوف بكره. الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالك صباح. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريا. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس ده بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ مكتبك. اتفضلي. شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. أوكي. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله 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 يا رب. الحمد لله يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير، بس والله لو السقف وقع على دماغنا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي نالي، انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان معانا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي. مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ عشان الانترفيو ده. انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنتي بتقولي ده؟ يو ار هيلاريوس. بس يو لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا. ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نالي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي ازاي جيسي عملت فيا كده. هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده اكشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك كلها من فوق لتحت. مش لازم اقول الديتيلز يعني. يو جوكينج. بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه. وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه. You know what سمينة is of course. Yes.
انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه. بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. ايوه بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحبه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ That's so weird. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج يعني 9 سنين وسنه التزام او اتزان اي دونت نو. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. Never underestimate me. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهله. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ يس let me check. بليز عشان عندي حاجه البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنا. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ عظيم يا رب. هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفه عقبال عندك. اه سنترال يعني؟ سنترال. اه دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو ايوه يا فندم. محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفان وهيعرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. هتروحي له انتي؟ انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل مني المدير كده على طول؟ اه يلا يلا روحي. ماشي. إلسا استاذ فلايت ازيك يا استاذ فلايت؟ لا استاذ بيئه. هلو مستر فلايت. اوفر دي كمان اوفر. ازيك يا مستر فلايت؟ حلوه دي راسيا كده. ازيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش انا ما اقصدش جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك. مش انا اللي جبتها. انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان فهم مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت. هم ازيك؟ اهلا مسهلا عبد الله. الحمد لله. شيرين مبروك يا حبيبتي اول يوم شغل. ربنا يخليك. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شيرين. عارف شيرين دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. أنا عاوزك تتوصى بيها، دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش يا مستر عبد الله، شريهان في عينيا. تمام، وأنت كمان شريهان، لو عاوزة تتعلمي أصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس أنا وراه. حاولي يا حبيبتي، حاولي عشان خاطر. حاضر. ميرسي يا فندم. عارفة مستر منير ده هيبقى إيه؟ أكبر خلفية اقتصادية أنا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا أنا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونية. تاني هو في مفاجأة تاني هما اتنين؟ أمال أنا ملك الخلفيات. هسيبكم وأنا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم. طب يا أنسة شريهان أنا عايزك تركزي معايا كويس قوي. أنا أحب الجدية والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. محدش له دعوة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الخناقة دي؟ مالناش دعوة بقى يا سو، عايزين نشوف فين سيف ده. ما تسألي كده؟ لو سمحت. ها؟
هاي. هاي. لا ساعتها هو فين سيف جاي الحق؟ هو اللي في الخناقه هناك ده. يعني انتوا عايزين تخبطوا لي عربيتي وتجروا ليه؟ شايفيني سجقه؟ طب حد الشر حضرتك سجقه ايه ده؟ انت زي القمر ده، بس مش عارف في فخده هنا وبتلو يعني بتستوي بسرعه. بسم الله ما شاء الله حضرتك. ايه ده؟ هو الولد ابو عضلات كبيره دي اللي عمال بيزنق الولد التاني عند العربيه؟ لا. هو اللي بيتضرب؟ لا. ما هو مين؟ هو اللي قفل العربيه. انا مالي حضرتك، هو اللي فايق. معلش غلطت، والبني ادم خطاء. انزل كلمه، حرام عليك. اطلع يلا بدل ما اعمل لك صاحبك كفته. اطلع. حضرتك شغال في المنوفي حكايه كفته دي؟ اه حلوه الكفته، اعمله كفته هيبقى عسل في الكفته. هو يا حرام يا حرام، انا مش عايزه الضخم ده يضربه. يا رب يفضل كويس بس لحد ما اجيب منه الصور، بعد كده يولع مش مشكله. الحقني حرام عليك. وانا مال؟ انا ما ينفعش انا وانت نتضرب، انا وانت هنموت كده. لازم واحد يعيش عشان يحكي حكايته. طب احكي الحكايه انت. ماشي اضرب. اطلع يلا بدل ما كسر العربيه فوق دماغك. كسر العربيه. الو. ايوه امي. ازي حضرتك عامله ايه؟ لا مفيش في السوبر ماركت. اه لا بجيب سجق او كفته. ايوه ماما. امي ادعي لي يا امي. ادعي لي شريف، ادعي لي شريف اكتر مني لان هو محتاج الدعاء دلوقتي. تليفون ايه؟ انزل اتكلم، ده وقت تليفون. شريف انت كويس؟ انا كويس. اه انا كويس. طب الحمد لله. طمني. امال قلقني ليه عليك يا اخي؟ يعني هم راحوا قهوه العربيه عشان يسرقوا العقد؟ مظبوط سعادتك. اه طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها، قلت لك حلو. هنقعد طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك، بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعه ما العمليه ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجه كده تحت الحساب على الاقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، انت طلبت حاجه وانا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجه؟ لا. طب ما هو لا لا، امال ايه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ اه صحيح. بص عليك، لحظه واحده. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك، بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. ملحق بقى اروح اجيب شنطة عشان اخد فيها. خد فيها دي. ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانة تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك هموت. حاضر. انت مفيش في قلبك رحمه. لا لا حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مش كده. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتني وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تصطبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس اهي جت اهي. بس هي مالها عاملة في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانة رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البرية. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفة؟
شايفه الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عامله لنا؟ اه ضربلنا راسك بميه اكسجين وعامله لنا على فرانكا. اخرسي بدل بجد وحياه ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحته بهدلون طول ما انا ماشي يجروا الشعبطه يجروا الشعبطه. طب وما فرملتيش فجاه ليه؟ يقع على طول. ما جاتش في بالي بقى. معلش. الحمد لله على السلامه يا ست فتحي. الله يسلمك يا ست فتحي. يا جماعه الجمله دي مش راكبه معايا، مفيش حاجه اسمها الست فتحي. ايوه صح، ايه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ انت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمشي، لكن انا اسمي الحقيقي جايده. طب والنبي وانت جايده هاتي لي معاكي ولع. ممكن تديني شفته؟ اه اتفضل. سيف. ايه؟ اكيد اسم جايده عليكي اغرب بكتير بالنسبه لي من فتحي، فاحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعه ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقولك يا ست فتحي. نعم. اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جات لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاكي يا ابله. بصي يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده اتاسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لا مؤاخذه كام كاميرا معشيه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه. لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنيكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التمن. ايه؟ بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا أمور، أنا اكتشفت إن المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري، احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوة. طب اليما البحري دي بقى من أنهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من المية جوه النيل في البحر. آه يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طلع من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكية على فكرة. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا دلوقتي. احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاكي متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجولي في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين. احمد واسماعيل. ايه المكان ده؟ هو هنا؟ اه. شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ ما خايفه من المكان. هي فين بقى الست الهانم؟ معرفش. معلمة من حته كده اتفاجئت. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه معاكم ماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي، بتمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود، ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف. مفقوسة، مفقوسة جدا. دي مش أول مرة تسرق، هي عارفة كويس هي بتعمل إيه. قولي له والنبي، قولي له عشان بس ما فيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا.
ايوه يلا يا جماعه نسرق. ام سو اكسايتد. يلا بينا. يلا على المركب. يلا مركب. ايه هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعال يا ابني تعال. اوكي يبقى في حاجه ثانيه. نزلني. تعال يا حاج. على مهلك. على مهلك. على مهلك كمان. بين اللي تقع على وشك. شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب تبعي. بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيم بتسرق بيه. مفيش يا أمور. خش. أيوه. ها. بس. إحنا كده وصلنا المقر. نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخش المتحف. تشدوا سكينة الكهرباء. تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخش عند العقد. تجيبوا العقد والجول. بس. وإنتي بقى يا فتحي هتعملي إيه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكم نروح سوا. وحياه امك جرايبله في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله. وبعدين اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. فيا يا عم عزت العلايلي هو احنا رايحين نفجر ايلات وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده انتوا شكلكم ولاد حلال وانا حبيتكم يعني زي اخواتي واتسمت فيكم الخير. فبص انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه. انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا خلتني كده مقهوره. طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟ هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترامي انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقول لك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا. انت قابضة فلوس وانت اللي هتخشي تسقي العقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع السيد عضه. سيد عضمه whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. انتوا هتقرفونا كل شويه صباح صباح. الشغلانه المنيله اللي انا غرست نفسي فيها دي خلصونا يا جدعان. هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وست نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان. يعني ايه؟ البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد. فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه. يلا بقى انا مش عارف ازاي اطوعكوا واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفايه دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير. خد الشفاه عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعال اسندوا الطفل ده. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهوا. بقول لك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. اي جاس حاجه عيب. Thank you.
تجري. خد يا فتحي، انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايفه البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شمنتي البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. طب والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحته. يا له الغباوه دي، انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا، الله يخرب بيتكم. تعالوا تعال انت. ايه؟ روح من هنا، هتلاقي سكينه الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلمه. وانت تعال. اجي في ايه؟ خلص يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. استر، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. يا رب ما تكهربش والنبي. استني. صحيح، ايه ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور؟ ايه يا عم السيميليتور ده، احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور، اللي هو الجنريتور ده اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. اه انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس، وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه، اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استسف، هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي، انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه؟ يا عم خلص بقى، انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه خلاص، انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هات تعالى في ايدك ده. خدي. يا لهوي يا لهوي، قلت لك الانذار هيشتغل. قلت لك الانذار هيشتغل. اهو ضرب. العيال اتمسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا. يلا. لا لا يا نيلي، مش هينفع نهرب ونسيبهم. انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر، اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. امسك نفسك، امسك نفسك. طبعا بتحرق علي يا هاني، مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني، انا مش قادر. واضح انها النهايه. لا نهايه ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق اهل. انا المشاعر دي بتاثر فيا قوي، بس مفيش وقت. يلا نطوا. يلا يا اخويا عدي، ما تستموتلناش. تعالى اسند عليا، اسند عليا. هنعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي، ايه ده؟ دي طلعت غاويطه قوي. امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطه؟ لا بقول لك ايه؟ شجع كده ونطي قفزه الثقه. يلا. يا لهوي، حرامي ميت وسع قوي عليهم. تعالوا يا تعالوا. مش عارف سمعت كلام كوني انا وجيت معاكم. عشان ما عندكش شخصية. يا جماعة أنا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم في فصيلة دم نادرة. أنا كده هموت. خلاص بقى يا سيف،
شكلها حاجة بسيطة يعني مش هتموت ولا حاجة، بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعة؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاصة نتزل في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن، العودي ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفة يا اختي يعني ايه فوش؟ يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. What the fuck؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب. انا مش رايح لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار، عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني، انا بنزل في هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجه. ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدى. معلش. في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. في ايه؟ Thank you.